اخواني السلام عليكم. عنا البيجو 103 هذه لونسيان اللي فيها الريجيلاتور بالترانسفورماتور. الترانسفورماتور هذا ما عادش يخدم تو، هذه خدمه كلاسيك نتاع بكري ما عادش ناجحه. تو لو عملوا الريجيلاتور هذه النوفو، هذه توقف الضوء بالديود زينر، هذه بالبوبيناج طيح، وفما اللي بالريزيستانس. الريزيستانس كيف الريزيستانس اللي هي هذه، فما الكعبة الصغيرة ريزيستانس. يعني ديما احنا هذه ديما نحبذوها، هي اللي هي اللي خير، معناتها تطيح الضوء حتى كي يطلع برشا، معناتها حتى 50 فولت هذه تركح وتنظمه التيار الكهربائي. ديما تلقاه في الدوز 12 فولت 14، هذه نعوضوها، هذه كورون تاعها قوي برشا يحرق الامبوليت. كي باش نبدا وعندنا طريقة كيفاش نجمو نصلحوا الاضواء نتاعنا، ناخذوا بطري باش ما نقعدوش نخدموا دخان وتلوث وحس. ناخذوا بطري 12 فولت، حتى بطري قديمه معناتها ماشي بهذاك البطري. ناخذوا خيط الماس نحطوه معنا، نوان نحطوه مع الكركاس، وذي البليس نستعملوه. بل كل شيء صعب الكادر الموتير، ديما نشوفوا فما ضوء بين الكادر الموتير. هذه الكادر موجود، وذي الموتير، هذي الكادر، هذي الموتير تباني موجود بين الكادر الموتير. كي باش ناخذوا الزرق هذو ما نعرفوهم، هذي الموتير هكا يقدح، وهذا الازرق اللي يطلع القفله للفلسه، نحطوه هنا ونخدمه على رواحنا، نشوفوا معناتها الكورون واصل ولا لا. ناخذ امبوله سواء نتاعها ولا الامبوله اللي نجربوا بها، عادي الامبوله نجرب بها، هذه قويه ما تحرقش تقاوم تبعني باه. هاوش نشوفوا من هنا هاي شالت، هاي تشعل وتطفى، ما نقعدوش نخدمو الطريقة هذيك باش نشوفو بيها الكورة. ايه هاكا يشعل الماس نتاعو لاباس والكورة جاي، يعني هكاك بالبطري نجمو ما نتعطلوش. اقرب لهنا بالنسبة للجري، هذا قلنا هذا الجري يخدم مع الترانسفورماتير بالشو مانيتيك يشعل، وقت اللي يشعل الضوء يعني هو يشعل تيلاني. هذا كانوا يعملوه باش ما يتحرقش لامبول تيلانية. باش نعرفوا لامبول تيلانية نحطوا مع الجري، نحطوا البليس مع الجري ونتنقلوا لتالي نثبتوا، يندرى لامبولة محروقة وإلا ماسية ولا الخيط مقصوص. قلنا لامبوليت هذوما اللي هما 12 15، فما 12 21، ناخذو نجمو نحيو الصحفة هذيا ونحطوها في امبولة 12 21 في صورة ما تتحرق لنا، وكان كالعادة تتحرق نوليو نعملو ريجيلاتير. قلنا بالنسبة للزرق هذوما نوليو نحطوهم في بعضهم باش نحطو ريجيلاتير ولا ريزيستانس ولا هو. ناخذ الماس نتاعها هذه ما تعرفوه الاولاد الكل، وناخذو الزوز زرق هذوما نوليو نشنتيهم في بعضهم، والضو التيلاني الكورون هذايا ناخذو خيط من القفله يرجع لنا، خاطر ما عادش تستعملوها الترانسفورماتير هذيا ماهيش باهيه ما نجحوش فيها، هما تراجعوا عليها باه. انا بالنسبه للكورون هذه نتاعها بيت العشرين،
برشا التيار معناتها يطلع يفوت 35 وفوت معناها هذا يحرق لمبولات، يعني مالا نوليو نستعملو ريجيلاتير أخرى، نستعملو هذي هكاك. أنا هذي معناتها فكرة عطيتهالكم، إن شاء الله بعضو خيان برشا من الزملاء يعرفوها، يجمو يطبقوها. والسلام عليكم.